بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحقت بقناة أم عبد الرحمن. هذا الفيديو خاص بالبروميير اني موين، راح نشرح كيفاه يجينا الاختبار وبيان الفرض تاع شهر جونفي. الفرض تاع شهر جونفي طبعا الغالبية تاع التلاميذ الجزائر هم عاد في لابخوميي بروجي لا سيكونس 3 اللي تهدر على لو سبور. راح يجينا النص يهدر على لو سبور، إما لو تاكس يهدر على لو سبور، أو بيان لا مارش أبيي، أو بيان لا ناتاسيون، أو بيان لو فوتبول، أو بيان لي زافونتاج دو سبور، أو بيان لي بيان في دو سبور. لي بيان في، لي بيان في دو سبور. النص يجي واحد من هادو، ما غاديش يجي موضوع آخر. هذا بالنسبة لو تاكس. إلي كنقرا النص، لاختش كي نقرا النص نعرف نجاوب على الاسئله. الاسئله دوك اللي تجيني واش غادي يجيني؟ لا بروميير كيسيون دائما هاد لا كيسيون كادو، هاد السؤال الاول دائما يعطيو لنا هديه. راح يقول لي ريكوبي لا بون ريبونس، ويعطيني مجموعه من الاقتراحات، يقول لي هذا النص، هذا النص عباره عن واش. إما لي لو تيكست لي هضر على لو سبور دائما يجي اكسبليكاتيف، يعني اكسبليك يشرح. لو تيكست اكسبليك، سو تيكست اكسبليك يشرح. صاي هذه النقطة الأولى. ثانيا غادي تجيني دي كيسيون تاع فغي أو بيان فو، صح ولا خطأ. الجمل الموجودة في النص والمعنى تاعها صحيح في النص، سي فغي صحيحة، واللي المعنى تاعها غير موجود في النص ولا المعنى تاعها خطا راح ندير ليها فو. راه ثاني هذا سهل. جيني اون اوتر كيسيون، يقول لي ريليف دو تكست، تخرج من النص. اون ديفينيسيون، اون ديفينيسيون هي تعريف. التعريف غالبا يكون الجمله الاولى في النص، غالبا يكون الجمله الاولى في النص ولا الجمله اللي قدامها نقطتين. ويجيني ثاني سؤال واحد اخر، يقول لي غولاف دو تيكست دو بيان في دو سبور، يعني خرج من النص زوج ايجابيات للرياضه. لكن يتحدث على الرياضه، لكن يتحدث على ناتاسيون، يقول لي دو بيان في دو لا ناتاسيون. اللي كان يتحدث الرياضه اللي كان يتحدث عليها الكاتب في النص، يقول لي خرج لي دو بيان في عليها. نروح لا كيسيون سويفونت، راح يقول لي لي مو دو ليزا. لي مو دو ليزون ولا لينوميغاسيون هي دابور بوي انسويت انفان، بداية ثم بعد ذلك وأخيرا. هنا إما يعطيني جملة جملتين ولا ثلاثة ويقول لي عمر الفارغ بهم، ولا يقول لي كاع غولاف دو تاكس مو دو ليزون، ولا يعطيني اون برودكسيون كريت صغيرة دي بتيت فراس، يقول لي سولين ولا انكادغ لي مو دو ليزا. هادو اللي يليق يراجعهم التلميذ، يليق تراجعهم. روح كذلك واش راح يعطيني؟ يعطيني لونتيسيدون و لو برونون ريلاتيف اي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. لو برونون ريلاتيف هي كي، هذا اللي قريناه، و لونتيسيدون هي الموصول اللي جا عليه الاسم الموصول اللي عنده علاقة بكي، ولا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف هي الجملة اللي تجيني من بعد كي. صاي لا كونجوكيزون، روح لا كونجوكيزون، قرينا لي فيغ دو تخوازيام كوب او بريزون دو لانديكاتيف، او بريزون دو لانديكاتيف راجعها على الأقل ان فيغ دو فيغ باش متلومش روحك. لو فيغ بوفوار راني دايره فيديو على لي فيرب فولوار، لي فيرب دو تخوازيام جروب، لو فيرب دوفوار، وثاني راكم قريتوهم في القسم، وراه ثاني في الفيديو، راه في القناة فيديو خاص بلي فيرب دو تخوازيام جروب أو بريزون دو لاندي كاتيف. دايما يعطيك دو فيرب ولا يعطيك أن سول فيرب تصرفه أفيك أن بخون. بالنسبة للأورتوغراف غادي يعطيني لا بونكتياسيون، إما يقول لي غولاف لي بونكتياسيون تروفي دون لو تكست، بلي خرج علامات الوقف. لي بونكتياسيون هي علامات الوقف، ولا يعطيني ثاني جمله ولا جملتين ولا ثلاثه وانا ندير لهم علامات الوقف. علامه الوقف المشهوره هي لي تيغي،
le point, les deux points, la virgule, les guillemets, les parenthèses, point d'exclamation, point d'interrogation, هذه كاع سموها علامات الوقف. بالنسبه لا برودكسيون ايكريت وجد فقره لرياضه. اما يقول لك لي بيان في دو سبور, لي بيان في دو سبور, يقول لك تحدث في فقره دو سبور, تحدث في فقره على ايجابيه الرياضه. والله يقول لك يكتب فقره على طون سبور بريفيري, يعني رياضتك طون سبور بريفيري, الرياضه تاعك المفضله. وهنا ليك تكون حافظ فقره على لا ناتاسيون ولا لو فوتبول ولا اي رياضه تحبها. لا هذا هو موضوع الفرض الثاني. ان شاء الله اني فتك وانكم استفدتم من هذا الفيديو. اي شيء ولا التباس ولا دي كومونتير ولا وكتبوا, وانا راني نسمع وندير فيديو حي باذن الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى.